ازاي تعمل حساب انستا باي على تليفونك وازاي تستقبل وتحول الفلوس في امان وخلال لحظات وايه هي مميزات التطبيق. خليكم معانا هنشرح كل الخطوات في الفيديو ده. بانكير نبض البنوك. تطبيق انستا باي اللي لسه ما يعرفش ده تطبيق تابع للبنك المركزي المصري، هو عبارة عن بنك في موبايلك تقدر تعمل منه تحويلات نقدية لأي حساب أو محافظ مالية وتقدر تستقبل أي مبالغ في لحظات. أهم مميزاته أنه أمان وسهل الاستخدام وبيوفر عليك مشوار البنك، تقدر تسحب أو تبعت فلوس أو فواتير في أي وقت. طب ايه هي خطوات انشاء حساب جديد على انستا باي؟ عامه الخطوات سهله جدا من على موبايلك. كل اللي عليك انك تحمل تطبيق انستا باي من على موبايلك من جوجل بلاي للاندرويد او ابل ستور للايفون. بعدها تفتح التطبيق، هتظهر لك صفحه بتتضمن مميزات التطبيق وهتضغط على خيار تخطي من الاعلى علشان تعمل حساب على تطبيق مباشره. هتحدد رقم تليفونك المحمول المسجل لدى البنك، وهيقوم التطبيق بالتاكيد عليك بانه هيبعت لك رساله برقم معين من موبايلك علشان يأكد رقم الموبايل الخاص بيك. بعد التأكد من انك صاحب الموبايل، هتملى بياناتك الشخصية اللي هتطلع لك، هتضيف حسابك وتحدد عنوان الدفع اللحظي الخاص بيك. بعدها تقوم بتفعيل البصمة علشان تقدر تفتح التطبيق. الخطوة اللي بعد كده هتختار البنك، وعلشان تبعت الفلوس عن تطبيق انستا باي لأي حساب بنكي هتعمل كام خطوة ضرورية، وهو انك هتفتح تطبيق انستا باي، هتختار من فوق ارسال النقود، هتحدد خيار حساب بنكي، بعد كده هتختار نوع التحويل حساب بنكي او ايبان، هتحدد اسم البنك اللي هتحول عليه، وهتدخل البيانات المطلوبة زي رقم الحساب واسم صاحب الحساب وقيمة مبلغ التحويل. بعد كده هتدوس على التالي، وعشان تتأكد من صحة وسلامة جميع البيانات المدخلة هتدخل رقم السري المكون من 6 أرقام، وبعد كده هتدوس إدخال. اما بخصوص طريقه استلام او سحب الفلوس عن طريق انستا باي من ماكينات الصراف الالي، كل اللي عليك انك هتدوس على تطبيق انستا باي على ماكينات الصراف الالي التابعه للبنك المخصص ليك، وبعدين هتدخل رقم الموبايل المرتبط بتطبيق انستا باي، وبعد كده هتضغط على كلمه تاكيد. انا اشرقت اشرف، والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.